صلاح مرعين بالنسبه للحفل يعني داز اجواء جميله، ف يعني كنشكر الاداره على التقديم ديال اللاعبين، كنشكر الترحاب الكبير اللي لقيته كذلك من الاصدقاء ديال اللاعبين اللي رحبوا به بشكل كبير، كذلك الجماهير. فنتمنى ان شاء الله هذه السنه هذه اللي كينتظروا منا الجمهور نقدموا ان شاء الله، لما لا، لان كيف ما قلت واسبقت قلت انه كاين لاعبين في المستوى ان شاء الله، كاين طاقم تقني في المستوى، فان شاء الله غادي نعملوا ونكونوا فريق يكون في واحد اللحمه كبيره ان شاء الله، ولما لا نلعبوا الادوار الطلائيه ان شاء الله، لان الفريق فريق كنقولوا يستاهل.